قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن صدق الله العظيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها Oh.
عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه.
تَفْصِيلًا. صدق الله.